الأزمات في المناطق المحررة عم تقترب بشكل كتير كبير، وكان أخطر بالنسبة لأهالي أزمة الخبز، لأنه وصلت ربطة الخبز لأقل من نص كيلو بسعر ليرتين ونص فقط، وهذا الشيء عم يسبب معاناة عند الأهالي. طبعا سمعنا أنه في دعم لمادة الخبز، لهيك نزلنا على الشارع نسأل الناس حول موضوع مادة الخبز المدعوم والخبز العادي، ونفهم من المسؤولين إيش الوصفة. خلوكم معنا. شو عميك؟ ما شاء الله بخير. أنت هون عباب الفرن عم تشتري خبز، سمعت بالخبز المدعوم صح؟ صح. فرقت معكم شيء بما انه يعني بعد هذا الدعم يعني، ولا لسه الوضع حاله وضع صعب؟ انا خير الله. فرقت صح؟ صح. كان كنت عم تشتري كم ربطه وشو عم تشتري هلا؟ كنا عم نشتري 14، هلا باخذ 6 7 بكفوني. عم يكفوه؟ عم يكفوني. عائلتي لسه تنفس يا حجي. عم يكفوه؟ والله ما عم بكفوه، ايش بدنا نسوي؟ بدبر الله. قبل كنت تاخذ 4 مثلا او 5، هلا قمت تاخذ 3 هيك يعني. شو ما فرقت؟ يعني 6 انفوس. مشكلة إذا ما أفرقيت. طب صار يكفيك هذا الخبز هلا؟ إبني أحسن من أول. لأنه مدعوم بالفرن، بدي أجي على الفرن مشان آخذ ربطة أو ربطتين، حق بنزين بكلفوني أكثر، ليه التسعيرتين؟ أنت قبل يعني كنت تاخذ مثلا من في عند السمان. أيوة من عند السمان. هلا مندوب للفرن يعني؟ مندوب، هلا صرت ملزم أنا أجي لهون. أيوة. أعطيني 3 ربطات أخي بعد إذنك. إيه تفضل. أنت يعني برأيك إنه لو يعمدوا معتمدين في كل منطقة؟ طبعاً أفضل بكثير، أفضل بكثير. وتلتغي هاي الزحمة. إيه ما كنت تشوف أنت 50 واحد واقفين على الفرن؟ ما كان فيها الأمر عنا. نتيجة السعرين صار الوضع على هيك، ما الله يزينه الخير يعني. طب أنت لمعلوماتك قبل إيش كان سبب هذا الانخفاض؟ ليش هيك نزل وزن الربطة كتير؟ سبب الغلاء، الطحين وما طحين والأفران بدأ مازوت وشو محروقات. هلا يعني ماشي الحال. التوزيع كيف؟ عم بتشوف عم بتصفح الدور كتير، في طابور في لا لا عادي بصفح الدور يعني نظامي بس عادي. والله نحن بودي نسي يعني عند الكرتون. يعني عم بتلاقي صعوبة لما تجيب الخبز؟ والله في صعوبة شوية. يا ريت تحكي لنا شوي عن موضوع الخبز المدعوم، كيف عم يتم يعني تمييزه بين الخبز العادي والخبز المدعوم؟ الخبز المدعوم بضل بسعره 2.5 ليرتين، وزنه 650 غرام، عنده 7 خبزات. والمدعوم بيكون خبز يعني كيس مطبوخ مطبوخ انه مجانا يعني الشيء اللي بيميز الخبز المدعوم او ربطة الخبز المدعوم عن الغيره هي السعر والكيس كمان يعني الناس فيها تعرف انه هذا الخبز مدعوم بدونه الكيس الوزن والسعر والكيس مطبوخ يعني مدعوم. بما انه هون انت عم تشتغلوا بالفرن، كيف عم تقدروا تضبطوا انه الناس ما تجي تاخذ كميه كبيره من الخبز؟ ما تاخذ كميه كبيره. نحن مديريه الافران والتموين عنا، احنا هون مندوب للتموين بيراقب، موجود مراقب تموين عنا هون بالفرن يوميا من الساعه 7 صباحا للساعه 3 عصرا، تمام، بيراقب عمليه البيع. واكثر من 3 ربطات ما بنعطي للشخص الواحد، تمام. في الدور عم يوصل لاوقات 30 40 شخص. قصدي ما هذا الامر ما عم يسبب لكم معاناه انتم بما انه عم يصف دور طويل وعم يسكر طريق وهيك شغلات؟ لا لا، انه يسبب لنا معاناه، بس بدنا الشعب هو يتحملنا يعني، عم يصفوا تحت المطر وتحت الظروف الجويه يعني، يعني هن يخففوا عنا ونحن نسهل لهم الامر. رايك لو صار يعني مراكز توزيع ما افضل من التوزيع بالفرن؟ لا ما افضل، لا بس السبب بيعملوا يعني، يعني اذا بيعملوا بدل ليرتين ونص خبز مدعوم يعني يدمجوا يصير ربطه ب 3 ليرات يعني، هيك بيصير الخبز دائم. عم تشوف في مشكله مثلا بطريقه التوزيع بانه عم يصف طويل يعني دور طويل او هيك؟ والله اوقات اوقات يعني اوقات بصف كثير اوقات بصف قليل. ناخذ كلامك ونطرحه على المسؤولين في الموضوع اللي دعموا الخبز، ايش عم تسالنا وتطرح عليهم؟ هني بس يعني انه يرخصوا لنا هيك شويه الخبزات، يعني يستمروا في هذا الدعم. ايه يستمروا بهذا الدعم. هنا والله يعني اذا بيزيدوا اكثر من هيك كلهم الشاكرين يعني، رغيفه خبز منيح بس يعني اذا بتندعم اكثر من هيك كلهم الشاكرين. نتابع حلقتنا واياكم حيث وصلنا الى مديريه التجاره والتموين، حيث نلتقي مع الاستاذ خالد خضر مدير التجاره والتموين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم الاخوه المشاهدين. الله يكرمك استاذ. بدايه بنرحب فيك ضمن حلقتنا لبرنامج ايش القصه. في عندنا موضوع ماده الخبز وارتفاع اسعاره في المناطق المحرره. طبعا يعني ربطه الخبز وصلت لادنى مستوياتها يعني، او سعرها وصل لادنى مستوياته في المناطق المحرره، يعني ربطه الخبز تقريبا ما يقارب النصف كيلو او اقل في سعر ليرتين ونص. هذا الامر سبب معاناه عند الاهالي، يا ريت توضح لنا شو سبب هذا الانخفاض. حياكم الله. طبعا بالنسبه للاونه الاخيره وصل وزن ربطه الخبز الى 450 غرام بسعر ليرتين ونص.
والخبز مادة أساسية تدخل لكل بيت وكل منزل ولا يمكن الاستغناء عنها. بلقاء بدعوة من مجلس الشورى العام مع الأخوة في وزارة الاقتصاد وبعض الفعاليات الموجودة، وكان الموضوع الأساسي هو طرح دعم مادة الخبز، علما أن على وزن 450 غرام وبسعر ليرتين ونص المواطن لا يتقبل الوزن ويعتبره قليل جدا، وبالإضافة إلى صاحب الفرن كذلك الأمر الشكاوي لديه أن المادة أصبحت يوميا خسارات موجودة لدى صاحب الفرن. فتم عقد لقاء مع معاون وزير الاقتصاد وبحضور المسؤولين في الوزارة، وتم معالجة الموضوع للارتقاء بوضع نظام جديد لسعر ووزن ربطة الخبز. بدي أسألك، كيف تم اختيار الأفران المدعومة حتى توزع الخبز؟ اختيار الأفران لم يأتي عن طريق عبثي، وإنما نتيجة دراسة للوضع الأكثر فقرا والأفران التي لم تكن مدعومة من قبل المنظمات والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى عامل أساسي هو عامل الكثافة السكانية. تمام. في أماكن يعني ما وصل دعم الخبز، يعني لحد ما سمعنا من الناس أنه مثل المناطق الساحلية أو المناطق في جبل الزاوية أو هي الأماكن ما وصل يعني الدعم للخبز؟ طبعا يوجد لدينا خريطة توضح أماكن دعم الأفران من قبل الجمعيات والمنظمات التي تعمل في المجال الإنساني، وهو الملاحظ أن أغلب الجمعيات والمنظمات الإنسانية لا تدخل في مناطق قريبة من مناطق النزاع، فجبل الزاوية من المناطق التي لا تعمل بها المنظمات. أنتوا يعني المناطق هي اللي ما اشتغلت فيها المنظمات، أنتوا قدمتوا الدعم بدل المنظمات صح؟ أكيد. يعني فينا نقول إنه جبل الزاوية هو مدعوم من الخبز المدعوم من الحكومة يعني؟ هلا حاليا جبل الزاوية في قسم من القرى اندعمت عن طريق المعتمدين والرباط من مدينة أريحة، وإن شاء الله هناك منظمة قريبا تدخل على هذا الخط. تمام، الله يعطيك العافية. أنتوا حددتوا أماكن التوزيع أو البيع الخبز المدعوم هو عن طريق الأفران من داخل الفرن كمان. القرى اللي ما فيها أفران كيف راح يتم التعامل معها؟ طبعا نحن عندنا خريطة للأفران وتوزعها، بالإضافة إلى المنظمات الداعمة لهذه الأفران. ففي عندنا أفران توزع الخبز مجانا، وفي أفران مدعومة من قبل بعض المنظمات مثلا منظمة العمل الإنساني بنصف القيمة، وهناك بعض المراكز والقرى لا تشرف عليها أي من المنظمات أو الخبز المجاني، فمن حقهم يحصلوا على الخبز المدعوم من قبل الحكومة. وهالأمر هذا ننظر نحن أي مركز تجمع سكاني لا يحصل على الدعم إن كان من المنظمات أو من الجمعيات أو الخبز المدعوم الحكومي، نخصص لهم معتمد ينقل مادة الخبز إلى القرى وتباع بالسعر المدعوم ليرتين ونص. تمام. كيف عم يتم ضبط الغش مثلا من قبل الأفران، أو يعني أنه الناس مثلا ممكن تشتري أكثر من مرة أو أكثر من عدد ربطات معين، كيف عم يتم ضبط هذا الأمر؟ صدرت بعض التعليمات لأصحاب الأفران أنه البيع يكون بشكل مباشر عن طريق الطاقة، النقطة الثانية أنه العائلة تكون مخصصات ربطين أو ثلاث ربطات حتى لا يتم المتاجرة بالمادي، بالإضافة وضعنا مراقب تمويني بالفرن المدعوم والذي ينتج الخبز المدعوم، بالإضافة إلى دوريات جوالي تعمل على مدار الساعة لمعالجة أي ظاهرة سلبية يلجأ إليها أصحاب الأفران. الناس عم تعاني من صعوبة الوصول للأفران، وممكن يصير تجمع على باب الفرن بسبب أنه الخبز مدعوم، فما في طريقة لحل هذا الأمر؟ المواطنين تفهموا الموضوع، أول يوم أو ثاني يوم كان في شوية زحمة على باب الفرن، ولكن اليوم مثلا لا يتجاوز الموجودين على الطاقة 4-5 أشخاص، فالناس تقبلت الموضوع وأنه الدعم لفترات طويلة وليس محدودة، فالأمر إن شاء الله ما في اكتظاظ سكاني أو ما في اكتظاظ الأخوة الحاجة للمادي أو المشترين للمادي، وإنما أمر أخذ المنحة الطبيعي جدا جدا. الله يعطيك العافية. نحن من خلال مقابلاتنا مع الناس يعني كان أكثر متطلبات إنه هل راح يستمر دعم مادة الخبز؟
إن شاء الله نحن مستمرين بدعم مادة الخبز إلى فترات طويلة. وبحب طمن شغلي أنه اليوم حتى لو بتنهار أو بيصير تغير بسعر صرف الليرة التركي، دعم مادة الخبز مستمر بوزن 600 غرام بسعر ليرتين ونص مهما جرى تقلبات على سعر صرف الليرة التركي. الناس بتعرف انه يعني السبب انخفاض وزن ربطة الخبز هو الأزمة العالمية والليرة التركية، هل في أسباب تانية سببت في انخفاض وزن ربطة الخبز أو سعره؟ لا، هو عمليا نحن قبل ما تصدر النشرة، نشرة أسعار الخبز للسعر الحر طبعا، هناك دراسة معدة فبتدخل فيها تكلفة الطحين، تكلفة المازوت، تكلفة الخميرة، اليد العاملة، استهلاك أو اهتلاك الآلات، فكلها تلعب دور، أجور العمال تلعب دور في تحديد الوزن وسعر ربطة الخبز. فالأمر يعني باشتراك مع جمعية الأفران يتم وضع تسعيرة، والتسعيرة بالفترات الأخيرة كانت تقريبا شبه مجحفة بحق أصحاب الأفران، حتى تدعو لعقد اجتماع مع مسؤولي الوزارة لشرح معاناتهم والوصول إلى مرحلة التوقف عن الإنتاج في حال استمرار ارتفاع أسعار مادة الطحين عالميا، حيث وصل سعر الطن إلى أكثر من 450 دولار للطن الواحد، وهذا أمر ليس بالقليل. يعني رغم أنه هن عم يبيعوا ربطة الخبز أقل من نص كيلو وبليرتين ونص، عم يسبب عندنا خسارة يعني؟ حاليا عم يسبب خسارة، حتى الوزن 600 غرام ولسعر 3.5 ليرة، على سعر التصريف 12.5 ليرة تركي للدولار الواحد، الأفران لا تحقق أي ربح. طيب لو يتم توضيح كيفية تأمين المواد الأولية للأفران كالطحين والمحروقات؟ بالنسبة لأغلب حاليا نحن بالظرف اللي نحن فيه، أغلب المواد عنا مستوردة، وخاصة مادة الدقيق، حيث مثل ما ذكرت تدخل في تكلفة 80% من سعر ربطة الخبز، بالإضافة للمازوت، بالإضافة خميرة وأجور العمال. بالنسبة لمادة الدقيق مستوردة، ولكن إن شاء الله خلال التنمية الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة، هناك إن شاء الله بالفترة القادمة والسنة القادمة مشروع دعم المزارع، وهو عن طريق القرض الحسن، حيث يتم زيادة في المساحات المزروعة لمادة القمح أكثر من 60% من المادة من الأراضي اللي كانت مزروعة سابقا، وهذا يشكل على الطريق موضوع الأمن الغذائي، وهو من أهم متطلبات العمل التي تعمل عليها الحكومة، الأمن الغذائي إن شاء الله، حيث يتم تقريبا تأمين بنسبة 60% من الأمن الغذائي من المنتج المحلي. وبالنسبة للوضع كان بالمناطق المحررة أو أي دولة تانية، طالما تؤمن عند الأمن الغذائي فهي قادرة على مجابهة أي مشكلة أو ارتفاع بأسعار أو أزمة تتعرض لها. تمام، الله يعطيك العافية وشكرا للقائك معنا ضمن حلقتنا. حياك الله. لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، مثل ما شفتوا معنا كيف كان كلام الناس حول موضوع الخبز المدعوم ورد المسؤولين حول هذا الأمر. إن شاء الله تكون الحلقة وصلت لمبتغاها وعرفنا من خلالها إيش القصة. نلقاكم قريبا في حلقة جديدة من برنامجكم إيش القصة يا خاي، انتظرونا.